عمل في ابني كده ليه؟ ابني عمل له ايه؟ الطفل اللي عنده 5 سنين نفسي اعرف عمل له ايه؟ انا ابني سخن مني يوم السبت بالليل، وخدته ورحت مستشفى تبارك القاهرة الجديدة، كشفت عليه، الدكتور قال عنده اللوز وعايز يعلق محاليل وياخد حقنة مضاد حيوي. دخلنا جوه، الممرض عمل له التست بتاع الحقنة، كان في ايده فيها حمر شوية. الممرض بيقول له ده في حمر حمر في الايد، قال له اديله الحقنة وخلاص. بعد ما خد الحقنة اتبدل من حال لحال، بقى بيطلع حاجات من بوه وعينيه تروح لورا، وعمال احسس له في ايده ورجله واقول له يا محمود قوم يا محمود، يقول لي ده انا عالجت لك ابنك اللي عنده ده نفسي، ابنك مريض نفسي. بقول له ده ابني داخل على رجله، ابني مش مريض نفسي. راح مزعقلي وقال له خرجي بره يا ماما، وخرجني بره وجاب لي الامن. مكانش قدامي حل تاني، قطع عربيه الاسعاف ونقلوا الدكتور منه لله. كان مرضيش يركبني معاه، لا انا ولا جوزي ولا اخويا. وبعد كده ماسك فيته كده زي انبوبه، عمال يعمل كده بيها تنفسي، وابني ما بيتنفسش، ابني ميت، ابني انا شايفه ابني مات. وخدناه ومشينا، مشينا ورا الاسعاف، احنا المستشفى فضلنا قاعدين في السيد جلال 5 ساعات ولا 4 ساعات، مش لاقي حد يعبرنا، مفيش دكتور يطلع لنا. وهو جوه، وخده حد من عندنا دخل جوه، لقى لف في بطانيه وركنه على جنب، وبقيت الأطفال التعبانة حطتهم على جنب، على كل طفل على سرير ده ملفوف على جنب عشان هو ميت. نفسي أعرف السرير كان جاهز إزاي في خلال نص ساعة. الناس كانت مستغربة في المستشفى اللي في السيد جلال إزاي. بعد كده عرفنا إن الدكتور شغال هناك، وفر وهمنا نوفر سرير في الرعاية عشان يداري على كريمته. ان شاء الله ربنا هيوريني في كل واحد ظلم ابني، ربنا هيوريني، كل واحد شارك في موت ابني ربنا هيوريني فيه ان شاء الله بإذن الله. وحق محمود ان شاء الله هيرجع. نفسي اعرف عمل له ايه؟ حرق قلبه، ام حرق قلبه على عياله.